المرأة كيما يكونش الزوج تاعها راضي عليها ما تربح ني دنيا ني آخرة، يعني خاصة في النساء تاع زمان كانوا أحسن تاع دو، ماشي كيما يقولوا كل فقر ماشي عيب، ويذكر الشاعر فكيف تخاف الفقر والله رازقا. واش يقول لك تغير باسكو زمان كانت المعيشة تاع زمان كانت أحسن تاع دو، زمان كانت النية كان إخلاص كان حب الله حب الرسول، ما عندهمش حب الدنيا، يعني إنسان يعيش بما يرضي الله، وزمان كانت العقيدة عندهم عقيدة سليمة، يعني خاصة في النساء تاع زمان كانوا أحسن تاع دو، يعني المرأة تاع دوك يعني تختلف عن المرأة تاع زمان، تاع زمان كانت تصبر، كانت تصبر على راجل، كانت تحمد ربي. المشاهدة لعل يقول لك يعني ماشي كيما يقولوا كل فقر ماشي عيب، كيما يقولوا السلف كاد الفقر يعصمك من النار. تشوف المرأة هنا الجزائري عندها فريجيدار، عندها ميكرون، عندها ماشينة، عندها صالون، عندها ما ماشينة تاع الموعن وما تحمدش ربي. توجور كيما يقولوا بين قوسين المرأة صعبة المنال، كيما يقولوا السلف كاد الفقر يعصمك من النار، وربي قال في كتابه الكريم من فوق سبعة سماوات إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ويذكر الشاعر فكيف تخاف الفقر والله رازقا، فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شاء مع النسر. يعني تختلف نورمالمون المرأة في الإسلام يعني تعرف قدر الرجل، والراجل يعرف قدر تاع المرأة، ومعروفة بالدين بالنبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر الأسود والركن اليماني، كي يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ابن عباس اللهم آتنا في الدنيا حسنة امرأة صالحة وفي الآخرة حسنة الجنة وحنين وقنا، يا ربي ما دخلناش. المهم المرأة تحافظ على الزوج، إذا صلحت المرأة صلح الرجل، ولم يقل إذا صلح الرجل، لازم الأمة الإسلامية تقرأ عدة مرات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي رواية تزوجوا الودود الولود الولود إني مباهي بكم الأنبياء يوم القيامة. شرحت الحديث الودود بمعنى عند المرأة عند المودة عند الرحمة عند الحنان، والولود المرأة التي تولد تعرف عن طريق الأم تاعها، إني مكاثر بكم الأمم يورانا في مرحلة عويصة وصالة، طحنا في أعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأتي سنين خدعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. ولازم المرأة تقرأ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، وفي رواية استدبرها الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النساء إني رأيتكن أكثركم أهل النار، تكثرن اللعن وتكفرن العشي. ماشي ضد المرأة، أنا ضد معاملة المرأة على الزوج مع الزوج تاعها. وبعد السلف يقول لك المرأة في الإسلام جوهرة مكنونة تربي الأجيال الذين يحاربون أعداء الله والرسول. والمرأة تقرأ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، هذيك الصحابية اللي باباها كانت مريض قالت يا رسول الله ما كانش فكاش رجلها في الدار، قالها بابا مريض، قالت يا رسول الله أبي مريض، قال أطيعي زوجك، قالت يا رسول الله بابا راح يموت، قال أطيعي الزوج، قالت يا رسول الله بابا مات ودفنوه، قالت يا رسول الله بابا مات وما حضرش، قال بطاعة زوجك أنت وأبوك في الجنة. لازم المرأة تقرأ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات ودير في بالها راجل فوق والمرأة تاعت ماشي يعفس عليها، القدر تاع الراجل هذه هي. المرأة إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وفي رواية أطاعت زوجها قيل له ادخلي الجنة من أي أبواب شئت. المرأة كيما يكونش الزوج تاعها راضي عليها ما تربح ني دنيا ني آخرة. ماشي ضد المعاملة تاع المرأة، المرأة لازم تعرف قدر الراجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال ابن كثير الرجل خير من المرأة لأن النبوة مختصة بالرجال دون النساء. أبو إسحاق الحويني يقول لك المخ تاع الرجل قوي على المخ تاع المرأة، ربي الأنبياء بعثهم كاع رجال، آدم نوح إدريس إبراهيم إسماعيل إسحاق حتى النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في مريم ليست بنبي. هذا أصح الجواب عند علماء السلف. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.